بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا شباب، احنا عندنا حاجه اسمها عمليه الدياليسيس، والدياليسيس دي واحد من البروسيس اللي بيعملوها عشان يعملوا عمليه بيوريفيكيشن للبلد. طبعا هم بيعولوا في المستقبل ان يستخدموا اجهزه عن طريق النانو تكنولوجي، فاعمل يونت للعمليه اللي انا هشرحها دي عن طريق تكنولوجي النانو، ويبقى جهاز صغير جدا. طيب حضرتك، الدياليسيس دي بتيجي ازاي؟ يعني المريض اللي هو اللي قدامنا في الصوره الست الجميله دي، اللي هي قاعده مستنيه تعمل عمليه دياليسيس، ان هي تعمل عمليه بيوريفيكيشن فور ذا بلاد. الفكره بتعتمد على ايه؟ ان انا عندي هنا ميمبرينز، بيبدا لو انا اتكلمت على حاجه اسمها الاوزماتيك بريشر. فالاوزماتيك بريشر احنا درسناها يا شباب، ان بيكون عندي هنا ميمبرين. الميمبرين ده بيكون سيبريت ما بين سولفنت، وبيكون هنا سولوشن. الطبيعي ان الممبرين ده بيبدا ايه اللي يحصل؟ المفروض ان السولوشن ده الميه اللي موجوده اللي هي في صوره سولفنت عاوزه تعدي للناحيه بتاعتها، فبيبدا الممبرين اللي هو باللون ده الضخم ده اللي انا عامله بشكل ضخم لكنه هو بيبقى سيم ممبرين، الممبرين ده بيبدا يمنع ويقلل حركه او الباسج بتاع السولوشن ده او السولفنت للناحيه الثانيه. فبيبدا يروح، ما احنا مأثرين عليه بحاجه اسمها اوزماتيك بريشر، او حاجه بيسموها ريفرس اوزموزيس. انا بأثر بضغط عكسي ليه؟ الضغط العكسي المفروض يكون من الناحيه الثانيه. اشمعنى؟ عشان اجبر السولفنت ده يرجع تاني في الاتجاه العكسي. ده بكده بيسموها ريفرس اوزموزيس. طب الاوزموزيس ان اصلا السولفنت يروح معدي في الاتجاه ده، يبقى هنا القوه المؤثره اللي بتخلي السولفنت بتاعي يعدي للناحيه الثانيه هي الاوزمويزس، وانا بعمل حاجه اسمها ريفرس اوزمويزس. انا عشان انقي الدم بتاعي بعمل عمليه اسمها دياليسيس، بختار سولوشن، والسولوشن ده بيسموه ايزوتونيك سولوشن. يعني ايه ايزوتونيك سولوشن؟ السولوشن ده يا شباب هاف سيم اينز كونسنتريشن ان بلاد، يعني بحط محلول بيكون فيه نفس تركيز الاملاح اللي موجود في الدم، وبوصل خرطوم بالوريد بتاع المصاب مثلا، واخليه يبدا الدم بتاعه يمشي، يروح رايح للايزوتونيك سولوشن. الايزوتونيك سولوشن ده بيبقى في هيئه كوشنج سولوشن، بيبقى محلول بيغسل. فبيغسل الدم ازاي؟ الدم فيها نفس تركيز الاملاح وكل حاجه، لكن اليوريا واليوريك اسيد اللي موجود في الدم مش موجود في السولوشن ده، فالسولوشن ده بيبدا يسحب اليوريا واليوريك اسيد. طيب الانواع المحاليل نفسها، ده كده انا كده عملت عمليه تنظيف للدم، والدياليسيس خد اليوريا، واليوريا ده بدا يمشيه، الجهاز بدا يعمل له اكستراكت، وبدانا نخرجه بره الجسم باي تكنيك موجود في الجهاز. المحاليل اللي بتبقى موجوده يا شباب وتاثيرها على البلاد ايه؟ ممكن السولوشن بتاعك بيسموه هايبرتونيك سولوشن. الهايبرتونيك ده سولوشن عنده هاير كونسنتريشن اوف صوت. طب ده هيفرق في ايه؟ يفرق ان الريد بلاد سيل لما بتبقى موجوده فيه، فيبدا الهاير كونسنتريشن ده يبدا في الريد بلاد سيل يسحب الميه اللي موجود فيها، ما هو تركيز الملح فيه عالي، فيبدا يسحب الميه اللي موجوده في الريد بلاد سيل، فيحصل لها شريفلد تنكمش، يبدا شكل كره الدم بيبقى بالمنظر ده. والعمليه دي بيسموها كرينيشنز. الكرينيشن دي ان انا احط السولوشن بتاعي واحط اللي انا عاوزه زي الريد بلاد سيل في هايبرتونيك سولوشن عنده هاير كونسنتريشن، فيبدا يسحب لي الميه اللي في الريد بلاد سيل، فيحصل لها شريفلد، ان هي تبدا يحصل لها عمليه انكماش. طيب في محلول تاني بيسموه هايبرتونيك سولوشن، وده عنده لوور كونسنتريشن اوف سولت، فبحط مثلا في كره الدم، فبالتالي اللي بيحصل بقى هايبرتونيك سولوشن يبدا كره الدم هي اللي تسحب منه الميه، فلما تسحب منه الميه يحصل لها سوالو، يحصل لها عمليه انتفاخ، يعمل عمليه اسمها هيمولايسيس. يبقى الكرينيشن ده بيخلي كره الدم يحصل لها شريفلد تنكمش، اما لو انا عاوز اعمل سوالن فده بيسموها هيمولايسيس، والعمليتين دول عكس بعض، دي رايحه الاثنين دول اوبزيت. وده شكل الريد بلاد سيل الطبيعي. خلي بالكم يا شباب، عمليه الكرينيشنز دي بيعتمدوها في حفظ الاطعمه. ازاي؟ انا بجيب حته اللحمه واملحها احط عليها سولت، ففي اللحظه دي الميه اللي موجوده في جسم حته اللحمه دي تعمل تدوب الملح جواها وتعمل لي هايبرتونيك سولوشن، فلما تنزل البكتيريا عليها
تبدا تروح سحبه الميه من جسم البكتيريا فيحصل لها شريفلد، تبدا تنكمش في بعضها يبقى موتها. ونفس القصه برضو بتعتمد لو انت هتحفظ محلول خضروات او محلول فواكه، اروح مزود احط سكر على الخضار على الفواكه من بره فتعمل محلول سكري، فالمحلول السكري ده هيكون هايبرتونيك سولوشن، تنزل عليه البكتيريا يسحب الميه من جسمها وبالتالي يحفظ الفود without spoiling. دي كان اختصار بسيط بالنسبه لعمليه الدياليسيس. اشوفكم على كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.